مسلسلات رمضان تحظى بمتابعة عالية بعد الإفطار لدى الشعوب العربية، لكن في بعض الأحيان قد تكون هذه المسلسلات أو المواضيع المطروحة فيها لا تناسب الذوق أو إعجاب الجميع، وهذا هو الحال في هذا المسلسل الدرامي الجديد فلوجة الذي أثار الجدل في الوسط التونسي طبعا. لكن لماذا أثار ذلك المسلسل الجدل؟ المسلسل يعرض على قناة الحوار التونسية، ومن إنتاج سامي فهري، إخراج سوسن الجمني، يدور حول مدرسة ثانوية ويركز على قضايا عدة داخل المؤسسات التعليمية كالعنف والتنمر والانحراف والعلاقات بين الجنسين. تم تصوير المسلسل بمعهد فرحة حشاد بمنطقة رادس. المسلسل عرض منه حلقة واحدة فقط حتى الآن، وتخللها مشهد يظهر تنمر طلاب على إحدى المعلمات وعملية تخريب لسيارتها. ويلكم تو فلوجة. شكون عملها؟ شنيك يا مدام؟ على شنو تاعك انت؟ يمكن انت هادية؟ اي انا هادية، ما كيما قلت لك نش بتعيط لي هادية. يروح يا اطلع. انقسمت الآراء على مسلسل فلوجة، من اعترض عليه ومن عارض فكرة السنسرة أو الرقابة واعتبروها خطوة مبالغ فيها. رندا تقول: مسلسل فلوجة صورة قاتمة وتشويه فاضح لصورة العائلة ولأساتذة التعليم والإطار التربوي ولرجل الأمن، ابتذال ونذالة وقمة في الانحراف المجتمعي عبر زرع السموم والعقوق في عقول الشباب والتلاميذ والمراهقين خاصة. هكذا يريد الفاسدون إخراج وإبراز صورة تونس. أما نور عمار يحكي على الواقع، ليش ناس ركزت على المخدرات وتشيل قاعدين يعملوا فيه تلامذة، مركزش على الحاجات اللي خلاتهم يعملوا هكا الضغط اللي يعيشوه، وأكيد وبسبب العائلة وكيفاه العائلات تعرفش تتعامل مع أولادهم المراهقين. أنا ومن رأيي الشخصي نرى أنه المسلسل هذا لتوعية اللي لازم نحتوي الصغار ونقصوا ما صعب معاهم وركزوا على الحاجات لتخلق العقد النفسية للتلميذ. أما هنا يقول الناقد الفني خميس خياتي اللي ما عجبوش مسلسل الفلوجة على قناة الحوار عوض يطلب سنسرة يبدل ويشوف قناة أخرى. أما هنا يقول الصحفي عربي باطني: الشباب مش يستنى في عمل فني باش يفسد أو يتوب أو يطلع قراي أو كركار، يطلع قراي يعني مجتهد أو كركار كسول. قوم بدورك كولي، أما ماكش باش تعزلوا على العالم، والشارع هو أول مفسد، إذا فلت زمام الأمور من العائلة. اعترض المحامي التونسي صابر بن عمار ورفع قضية لإيقاف المسلسل، معتبرا إياه مفسدا للشباب على حد تعبيره في مقابلة مع راديو موزايك. سوف نقوم بإجراءات استعجالية ضد اللي ما نحبش نسمي اسمه، اللي الناس الكل تكرهه نظرا لتدميره الممنهج سواء للأسرة أو التربية. ولكن الليلة الأولى من شهر رمضان سمعت، ولكني مجبور باش نعاود نشوف المسلسل الكارثة هذا اللي يضرب في التعليم في تونس والأسرة في تونس، ولابد أنه يقع إلغاء الايكا دون لورجونس، وماذا بينا كان يسمعونا لازم يتحركوا. في بيان للنقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس طالبت فيه بفتح تحقيق في الظروف التي تم تصوير فيها المسلسل، وأيضا عبرت عن استيائها واعتراضها على اسم المسلسل فلوجة، مشيرة إلى المدينة العراقية التي تم الهجوم العسكري الأمريكي الكبير فيها، معتبرا أن هذا يسيء لنضال الشعب العراقي مثلا.
وصف وزير التربية التونسي محمد علي بوغديري المسلسل بالمهزلة، وتم التواصل مع رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية للمطالبة بوقف عرض المسلسل. هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المنتج فهري انتقادات بسبب أعماله، فقد سبقتها أعمال أخرى مثل مسلسل أولاد مفيدة الذي احتوى على مشاهد شديدة للعنف والقتال. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.